تقول: فضيلة الشيخ، الذي أعرفه أن العمرة ليس لها هدي، ولكن في عمرة الحديبية ساق الرسول صلى الله عليه وسلم معه هديا، وعندما أحصر ذبح الهدي. السؤال: ما سبب سياق الهدي مع أنه كان ذاهبا للعمرة وليس للحج؟ مع أنه كان ذاهبا للعمرة وليس للحج. الهدي نوعان: هدي واجب، وهذا لا يكون إلا في حق المتمتع أو القارن، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهدي تطوع، وهذا يكون في حق المفرد في الحج، وفي حق المعتمر، وفي حق من لم يحج ولم يعتمر. فالمفرد له أن يهدي هديا يتقرب به إلى الله، والمعتمر له أن يهدي هديا يتقرب به إلى الله، ومن لم يحج ولم يعتمر وكان في بلده له أن يهدي هديا يتقرب به إلى الله فيرسله إلى مكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل هديا إلى مكة وهو مقيم في المدينة، وكما أهدى الهدي في عمرة الحديبية. فالهدي نفسه عبادة يتقرب به إلى الله، ولكن قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فهو واجب على القارن والمتمتع، وسنة في حق المفرد بالحج والمفرد بالعمرة ومن لم يعتمر ومن لم يحج ولم يعتمر. وهناك هدي واجب من نوع آخر، وهو ما يكون بسبب الإتلاف، كالهدي الواجب في قتل الصيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. نعم.